الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة المؤمنون أيها الأخوات المؤمنات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يسرنا في هذا اليوم السعيد المبارك بمناسبة ذكرى عيد المولد النبوي الشريف أن نتحدث عن هذا النبي الكريم باعتباره إنسانا قدوة وإنسانا أسوة للمسلمين حيث كانوا وللناس جميعا وللبشرية كلها فنحن غالبا ما نتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم في شمائله وفضائله وصفاته الكريمة وخصاله العزيزة لكن الرسول الإنسان الذي هو قدوة لكل إنسان هذا نادر ما نتحدث عنه ونادرا ما ندرك أن الرسالة التي بشر بها هذا النبي الأمين هي رسالة عامة مستوعبة للإنسان وللزمان وللمكان كله ومن ثم فإن لها خصائص الامتداد في الزمان وفي المكان على خلاف ما سبقها من رسالات مخصوصة لأقوامها ومخصوصة في أزمانها ومخصوصة في أمكنتها وحين نعلم بأن رسالة هذا النبي الكريم هي للإنسان فكل شيء يصدر عن الإنسان المسلم الذي يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون فيه هذا البعد الإنساني أن يرى الإنسان أي إنسان كان جمال هذه الرسالة وجمال هذا السلوك وحسن هذا الاقتداء وحسن هذا التأسي لأن الأصل في هذه الرسالة التي بعث بها هذا النبي الكريم لم تكن شيئاً آخر غير هداية الناس ورحمة الله لهم أن يوصل الهداية إلى الناس كي يهتدوا وأن تكون هذه الهداية رحمة للناس ورحمة للعالمين كي يشملهم عفو الله وفضله في الدنيا وفي الآخرة معا ولهذا أحببت أن أتحدث ولو باختصار عن رسالة الإنسان عموما في هذا الكون وعن رسالة الإنسان المسلم خصوصا في هذا الكون كذلك نحن عندما نقرأ مطلع سورة الأعلى نقف على أربع كلمات مهمات يقول الله سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى وهذه الآية القصيرة تعطينا أربعة من المفاتيح الكبرى الأساسية التي يمكن من خلالها أن نفهم سر وجود الإنسان في هذه الحياة الدنيا لما هو موجود أول هذه المفاتيح الخلق الذي خلق لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى لا معنى للقول بصدفة وجود العالم الله تعالى خلق الإنسان وخلق الكون من عدم ولم يكن شيء قبل أن يخلقه قبل أن يخلق الله تعالى هذا الكون وأن يخلق الإنسان فيه. ثم إن الله تعالى خلق الخير والشر لكي يبتلي الإنسان ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والله تعالى سخر هذه المخلوقات كلها للإنسان وسخر لكم ما في الأرض جميعا منه. سخر لنا ما في السماوات وسخر لنا ما في الأرض كي نقوم بواجب الاستخلاف الذي أنيط بهذا الإنسان إذن فقضية الخلق عندما يتذكر الإنسان أنه مخلوق لله فهو يعرف من أين أتى وإلى أين سيصير واستصحاب هذا الشعور وهذا المعنى يقوي العزيمة في الإنسان ثم عندنا المفتاح الثاني وهو التسوية عندما خلق الله تعالى الخلق سوى هذا الخلق والتسوية هي عبارة عن الجمال في المخلوقات والكائنات
انظروا إلى جمال الطبيعة كيف هي، وإلى جمال السماوات كيف هي، وإلى الإنسان نفسه الذي خلقه الله تعالى في أحسن تقويم. إذن التسوية هي حسن الصنعة، وهي الإبداع والجمال في الأشياء. وعندنا التقدير الذي هو تقدير الأرزاق والآجال للمخلوقات كلها. الله تعالى وحده يعلم متى بدأ الكون على وجه التحديد، ومتى سينتهي الكون على وجه التحديد، ويعلم آجال الناس والدواب والأنعام وكل شيء من الكائنات والمخلوقات، متى بدأ ومتى سينتهي. ولهذا التقدير هو تقدير للأرزاق كما هو تقدير للآجال. ثم الهداية، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. الله تعالى جعل هذه التسوية وجعل هذا التقدير باباً إلى هداية الخلق إلى الله سبحانه وتعالى. نحن ينبغي أن نهتدي من خلال النظر في آيات الآفاق وفي آيات الأنفس إلى الله سبحانه وتعالى. كما نقرأ القرآن فنؤمن، كذلك عندما نقرأ الكون أو الكائنات الموجودة في الآفاق ينبغي أن نؤمن، أن تهدينا إلى الله سبحانه وتعالى. وعندما ننظر في أنفسنا وفي آيات الله تعالى المبتوتة في أنفسنا، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، ينبغي أن يكون ذلك أيضا دليلا إلى الهداية. الهداية ماشي في القرآن بوحده. صحيح هناك من يهتدي بقراءة القرآن، وهناك من يهتدي بقراءة الكون والكائنات، وهناك من يهتدي بالنظر إلى نفسه والعجائب الموجودة في ذات الإنسان. ولهذا قسم العلماء الهداية إلى نوعين: هداية طوعية هي هذه التي للكائنات. الله تعالى عندما قال للسماوات والأرض إيتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ولهذا الإنسان وحده من بين سائر المخلوقات الذي له هداية كدحية، يكدح الإنسان ويجتهد كي يهتدي. عليه أن يأخذ بالأسباب، وعليه أن يبذل الجهد. كما يسعى لكسب قوته ورزقه في الحياة الدنيا، ينبغي كذلك أن يسعى ويجتهد لأن يهتدي إلى الله سبحانه وتعالى في أقواله وفي أفعاله، في باطنه وفي ظاهره وفي كل شيء عنده. إذن سبل الهداية متعددة، وعلينا أن ندرك كل هذه السبل التي تؤدي إلى الله سبحانه وتعالى، إلى الحق. نحن عندنا ثلاث آيات، آيات النص هي الموجودة في القرآن الكريم، وفيها من الإعجاز ما فيها، وآيات الأنفس هي الموجودة في الذات البشرية، وفيها من الآيات ما فيها، وآيات الآفاق هي الموجودة في الكون، وفيها كذلك من الإعجاز ما فيها. لا شيء يند عن خلق الله أو يشد عن خلق الله. إحنا كنقولوا العلم والعلوم، يعني لي سيونس، التقنية، لا تكنولوجي، الحضارة، لا سيفيليزاسيون، كل شيء مزيان، ولكن كل شيء مخلوق لله. والذي ينظر ويجتهد ويجتهد في آية من آيات الله، نجيبوا عالم في التكنولوجيا، نجيبوا عالم في الطبيعة، نجيبوا عالم في البحار، نجيبوا عالم في الإنسان، في العلوم الإنسانية، هو ينظر في آيات الله. لا يستطيع إنسان أن يخرج عن كون الله وعن النظر في آيات الله. يلزمه فقط أن يؤمن بالله. ولهذا هنالك من يؤديه هذا النظر إلى الإيمان فيؤمن، وهناك من لا يؤديه هذا النظر إلى الإيمان فيبقى عند حدود العلم دون أن يوصله العلم إلى الإيمان. ولهذا نحن المسلمين لا مشكلة عندنا بين العلم والإيمان، أو بين الدين والعلم. بالعكس، العلم صديق للإيمان وأخ له يؤدي إليه حتما. هذه المنطلقات الأساسية الأربع. ثم عندنا الوظائف التي خلق لها الإنسان. خلق الإنسان لغاية وضحها لنا القرآن الكريم، وهي عبادة الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق
وما أريد أن يطعمون إن الله رزاق ذو القوة المتين. الله تعالى خلقنا لكي نعبده، انتهى الأمر. لم يقرر إنسان في هذه الحياة الدنيا أن يأتي إليها اختيارا، لا أحد منا قرر أن يولد، ولا أحد منا سوف يقرر يعني أن يرحل أو أن يختار إلى أين سيرحل. إذا الله سبحانه وتعالى خلقنا وخلقنا لوظيفة هي أن نعبده. كيف نتحقق بهذه العبادة؟ عندنا ثلاث وظائف أساسية لا بد من استحضارها دائما. أولا الإيمان، ثانيا العلم، ثالثا العمل. بالنسبة للإيمان، استحضار الشخص للإيمان بالله تعالى في أعماق نفسه هو الذي يصحح ويسدد نيته وأقواله وأفعاله. شنو الوازع الذي يجعل سلوك الإنسان حسنا أو قبيحا، ويجعل قول الإنسان حسنا أو قبيحا؟ والوازع الإيماني. إذا كان الإنسان مستحضرا لمعية الله تعالى ولهذا الوازع الإيماني في قلبه، بالتأكيد سيكون قوله وفعله حسنا. إذا غاب عنه هذا الوازع قد يقول القول السيء وقد يفعل الفعل السيء. ولهذا الإيمان أصل في الإنسان، وعليه أن يجتهد في أن ينمي هذا الأصل كي يكون دائما قوله وفعله حسنا ونافعا، يجلب المصلحة للناس ويدفع عنهم المفاسد أو المضار. كما أن الإيمان هو الذي يصحح النية ويجعل العمل أو القول خالصا لله تعالى، لأنه لا يقبل من العبد إلا القول الخالص والفعل الخالص لله سبحانه وتعالى، ما فيه شرك، ما فيه رياء، ما فيه طلب سمعة، ما فيه حب الظهور، كل هذا لا يقبل. إذن الإيمان أصل، اجتهدوا عليه دائما في مجالس مثل هذه المجالس ديال حضور جماعات المسلمين، ديال قراءة القرآن، ديال دروس الوعظ والإرشاد، ديال النصيحة. يعني الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقول يعني هلموا بنا نجدد إيماننا. الإيمان يصدأ كما يصدأ الحديد، حديدة إذا خليناها تركناها مدة طويلة يطرأ عليها الصدى. قيل وما تجديده أو البلا؟ قال ذكر الله، نذكر الله جماعة إلى غير ذلك. ثم عندنا العلم المصحح للفكر. لاحظوا عندنا ثلاثة العناصر مترابطة، الإيمان والعلم والعمل. الإيمان يدفعك إلى أن تعلم، والعلم يصحح لك الفكر. والبشرية بهذا الدين الذي هو خاتم الأديان السماوية اللي هو دين الإسلام بني على العلم أصلا. شوف قصة العلم مرتبطة بالإيمان منذ سيدنا آدم، لما خلق الله تعالى آدم وأراد أن ينزله إلى الأرض، ماذا قال للملائكة؟ إني جاعل في الأرض خليفة. ثم قال مما قال: وعلم آدم الأسماء كلها. منذ عهد سيدنا آدم علم آدم الأسماء كلها، قيل أصول أسماء الكائنات، قيل قدرته على اشتقاق المسميات. المهم أن آدم عليه السلام تعلم علما لم تعلمه حتى الملائكة. ولاحظوا في رسالة الختم مع النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن كلمة اقرأ باسم ربك الذي خلق. أول ما تلقاه آدم علم، وآخر ما تلقاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علم، اقرأ. والقراءة في بابها الواسع، اقرأ في الكائنات والآيات اللي تكلمنا عليها ديال النص والأنفس والآفاق، لأنها كلها تهدي إلى الحق وتؤدي وتبين الحق. ثم عندنا العمل الذي هو ملازم كذلك للعلم. لا معنى للعلم ولا للإيمان دون أن يثمر عملا. النبي صلى الله عليه وسلم عرف لنا الإسلام بالأركان الخمسة في سؤال جبريل الذي تعرفونه جميعا. إسلامه وأن تشهد أن لا إله إلا الله، الأركان الخمسة. ولكن في حديث آخر قال لنا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ثمرة الإسلام أن يسلم المسلمون من لسانك ومن يدك، وإن لم يسلم المسلمون من لسانك ومن يدك ففي إسلامك شيء، خصك تراجعوا.
وعرف لنا الإيمان وقال الإيمان هو هذه الأركان أو الأصول الستة أن تؤمن بالله وملائكته. وفي حديث آخر عرف لنا المؤمن فقال المؤمن من أمنه الناس على أموالهم ودمائهم وأعراضهم. الناس، أن يسلم الناس من لسانك ويدك، مش المسلمين، جميع الناس. الله تعالى خلقهم ووهبهم الحياة، ولو أراد لم يخلقهم ولم يهبهم الحياة، فكيف يتم الاعتداء عليهم بغير حق؟ إذن أن يسلم الناس من لسانك ويدك، وأن يأمنك الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم. إذن للإسلام ثمرة عملية وللإيمان ثمرة عملية. وإذن العمل شيء مهم، لأنه هو الذي يتحرك به الإنسان في الحياة، هو الذي الإنسان راه خدام يشتغل في الإدارة، في البيع والشراء أو التجارة، في الحقل أو الفلاحة، في أي مجال من مجالات الإنسان يعمل فيه لا بد أن يستصحب معه هذه الأصول. أصل الإيمان المسدد الذي يبعث الإنسان على الإخلاص، وأصل العلم الذي يصحح الفكر. لا يعبد الله تعالى عن الجهل، العبادة علم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. والعلم مستويات ودرجات، ولذا قال العلماء بالنسبة للمسلمين إما أن يكون الإنسان عالماً أو متعلماً، لا توجد مرتبة أخرى، عندنا جوج مراتب، إما أن تكون عالماً تعلم غيرك، وإما أن تكون متعلماً تتعلم من غيرك. أما أن تكون جاهلاً فهذه لا وجود لها في الإسلام، لأنه بني أصلاً على الطلب العلمي وعلى التعلم، ومشي التعلم في الدين. العلم في الإسلام علم في الدين وعلم في الدنيا كذلك، وعلم في العلوم كلها التي ينبغي أن يشتغل عليها المسلمون، لأنها من آيات الله التي تؤدي إلى الإيمان وإلى الحق. إذا لاحظوا معي العكس، إذا انفصل العلم عن الإيمان مشكلة. هنا في الغرب كاين مشكلة، هناك تقدم تكنولوجي كبير، هناك تطور حضاري كبير، هناك تقنية عظيمة، ولكنها انفصلت عن الإيمان وأصبحت تلحق الضرر بالإنسان أكثر مما تسعد الإنسان. من الذي سيصوب العلم وسيسدد العلم؟ الإيمان. هناك أسلحة تصنع كميات كبيرة، هناك نفايات نووية وإلكترونية، هناك جشع بشري، يعني يريد أن ينتج أكثر لكي يربح أكثر لكي يتمتع أكثر. من الذي سيزيل هذا الجشع من الإنسان المضر بالإنسان وبالطبيعة من حوله؟ الإيمان. ولهذا نحن المسلمين لنا هذه الخاصية، لكنها غير مفعلة للأسف، أن يكون عندنا إيمان يصوب ويسدد وجهة العلم. ثم إذا انفصل العمل عن العلم مشكلة أخرى، إذا انفصل العمل عن العلم يحدث هذه الكوارث التي نراها، أناس يتحدثون باسم الدين ولا علاقة لهم بالدين، أناس يزعمون العلم والعلم بعيد عنهم، أناس يجاهدون باسم الدين ولا علاقة لهم لهذا الجهاد باسم الدين، فيسيئون إلى الإسلام ويسيئون إلى المسلمين ويضرون أنفسهم وغيرهم ويعتدون على الحقوق والحريات التي أباحها الله تعالى للناس جميعا. سبب هذا العمل من غير علم أو العلم من غير إيمان. فإذا لاحظوا أن هذه الأشياء هي أشياء ثلاثة مترابطة مهمة، أن يكون عندنا أصل إيماني، وأن يكون العلم مبنياً على هذا الأصل الإيماني، وأن يكون العمل مبنياً على هذا العلم كذلك، فكل منهم يسدد الآخر. مسألة أخرى وأخيرة، وهي رسالة الإنسان المسلم في هذه الديار بالخصوص. قدر لي الله سبحانه وتعالى أن أجول في أوروبا وفي أمريكتين، هي أن يكون قدوة سلوكية أكثر منه قدوة قولية أو نظرية. في مجتمع كالمجتمعات الغربية التي تحب أن ترى أكثر مما تحب أن تسمع، تريد أن ترى قوة في القدوة السلوكية والعملية للمسلمين في الإتقان والإحسان،
في الجودة في الالتزام في كل شيء نراه عندهم هو من أخلاق الإسلام، ولكن منطلقه بالنسبة لنا أصل إيماني عقدي أكثر منه حاجة يعني احتاج إليها الإنسان يعني في حياته الدنيا. فهذه مسألة مهمة جدا أحببت أن أذكر بها في هذا اليوم المبارك، لأن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس قولا فقط، هو قول وعمل، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم سنة قولية وسنة فعلية، وكثير من السنة الفعلية لم يرد فيها قول. السنة كاين شي حوايج يعني هناك أشياء كثيرة نقرأها في كتب الحديث، هو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقولها ولكنه عملها. إذن السنة العملية لها حضور كذلك. إذن فالبشرية اليوم في حاجة إلى بديل عن هذا الصراع الذي يدور، وهذه الحاجة هي محتاجة إلى القيم أكثر منها إلى القوة. بقاش المشكلة للبشرية أنها تريد المزيد من السلاح أو المزيد من القوة، القوة لا تؤدي إلى التسلط على العباد، ولكن البشرية بحاجة إلى نموذج يحقق للإنسان سعادته الجسدية والروحية ويلبي فيه كل مداخله النفسية، والمسلمون يملكون هذه الحاجة، ولكن كيف نقدمها إلى الناس؟ إذا قدمناها بصورة سيئة أضعنا الفرصة. إذن فعلينا أن نجتهد في أن نكون قدوة عملية حسنة لغيرنا، وأن تكون هذه القدوة العملية مصحوبة بعلم، وأن يكون هذا العلم إن شاء الله تعالى مبنياً ومؤسساً على إيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والاه. أيها الإخوة المؤمنون، أيها الأخوات المؤمنات، الله تعالى أخرج هذه الأمة للناس، وجعل من وظائف هذه الأمة أن تكون أمة وسطة تشهد على الناس. وخروج هذه الأمة للناس هو خروج بالخير، بقيم الهداية والرحمة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي جاء بها الأنبياء جميعا. وشهادة الأمة على الناس هي شهادة بالعدل والحق وليس بالظلم والجور. والمفروض كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إماما للأنبياء، أن تكون هذه الأمة إماما للأمم، تهديها إلى الحق وتهديها إلى الصواب وتهديها إلى الرشد. وأسوة الأمة في الهداية هذه هي الرسول صلى الله عليه وسلم. المفروض أن نتمثل قيم الإسلام اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأن نقدم قيم الإسلام لغيرنا، لكننا أخطأنا فلم نتمثل حق التمثل، ولا قدمنا هذا الدين حق التقديم للآخرين. ولكن هذا الخطأ يستدرك، والإنسان يمتحن ويبتلى ويخطئ ويجدد العزم والنية ويجتهد فيصيب. فلنحرص على أن نكون خير خلف لخير سلف، وأن نحسن قدوتنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأسوتنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يبارك في جماعتكم هذه، وفي مسجدكم هذا، وفي أخوتكم هذه، وفي ترابطكم هذا، وفي الألفة والمودة والمحبة فيما بينكم، كي تكونوا صفا واحدا وقلبا واحدا ونموذجا واحدا يرى فيه الآخر صورة الإسلام الحقة لا صورة المسلمين وهم متنازعين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يحقن دماء المسلمين فيما بينهم، وأن يكف الخلاف والنزاع في صفوف هذه الأمة، وأن يوفق مسؤوليها إلى خدمة البلاد والعباد حيثما كانوا، وأن يجعلنا إن شاء الله تعالى
على سنة ومنهج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.